أم إبراهيم. السلام عليكم، سلام ورحمة. كيف الحال؟ يا مرحبا أختي. الله يحييك ربي. أنا بغيت نصيحة منك بس ها نصيحة، قولي. بس إن شاء الله ما حد يخاف مني ولا أنت تخاف مني ولا أي حد. أنا ما تفضل إذا أقدر أنصح. إن شاء الله يا رب. نعم. إيش أخبار الأهل أول شيء؟ قولي وش النصيحة؟ الله يحييك يا ربي. شيخي أنا كل ما يمر على مشكلتي، إن كل ما يعني شو أقول لك، كل ما يمر على حد بالي يستوي بشيء. رحنا فيه، الله يخليك، ما أمر على بالك إن شاء الله يا رب. يا رب أسأل الله ما أمر على بالك. لا جد والله العظيم، وأنا أتكلم جد، يعني أنت كل ما تفكرين بحد يروح في مصيبة؟ لا يعني مثل يعني سبحان الله، يا يتوفى يا يكون عنده حد مريض، يا يكون حتى يعني أحلم بشيء بشخص هذا، يعني أقول حق الأهل يقول الله يستر. الله يستر. يا على بالك يا في الحلم خلاص بيستوي بشيء. أنت من أي دولة؟ من أي دولة أختي؟ وفعلا يستوي بشيء من ها؟ أي دولة؟ من الإمارات، من أبو ظبي الشيخ. من أبو ظبي؟ أي نعم. وأي حد يجي في بالك يروح في 60 داهية؟ أيوة سبحان الله، يا هو يا حد عياله يا أي حد من، وأنا خايفة أنا صراحة، أنا نفسي خايفة. أنت عينك حارة ولا؟ يقول ما عندي، ما فينا عين الحمد لله بعد. لا لا جاوبي بصراحة، عينك حارة؟ بصراحة ما عشان أعالج، قولي عينك حارة؟ يعني يقولون عينك حارة؟ لا الحمد لله أتعود من الذيك، وأذكر الله يعني القرآن. ما زين الحين وش السؤال؟ تقولين عن شو المصيبة؟ سؤالي إني أنا أبي نصيحة، شو أسوي بنفسي أنا؟ الكل خايف مني الحين. والله أنا خفت، حتى أنا خفت. لا تخاف طويل العمر. وأنا ما أخاف، تقولين يروح يموت، كيف ما أخاف يعني؟ من منا لا يكره الموت؟ حرام عليك. لا الله طول عمرك إن شاء الله، يعطيك الصحة والعافية. آمين. والوالدة يا رب. آمين إن شاء الله. بس ما أدري اللي هي من بالي سبحان الله، يعني مثلا أخوي ما شفته من زمان، يمكن أكثر من شهرين ثلاث شهور. إيه. سبحان الله يعني بعد فترة عارف ان ولده مريض، شيء نعم. فيه شيء سوى حادث هو نفسه. انا كل حد يقول ان شاء الله ماني في بعالتي يا رب، واسال الله ما حد ولا انا يا رب ماني اجي على بالك لا قريب ولا بعيد. شو تنصحني؟ انصحك اختي ولا اروح ولا اسمعي لا تروحي ولا اذا جاء حد على بالك، مثلا جاء المخرج على بالك مثلا. ها وائل والله من يومين المخرج على بالي، المخرج هذا اللي عندنا. الماشي يعني. المهم إذا جاء المخرج مثلا عبالك راح فيها أكثر من الدعاء له، الله يوفقه، الله يحفظه، الله يطول عمره، يا رب ما يريه بأسا في أهلي ولا في أولادي، أكثر من الدعاء بس وبقلبك، وإن شاء الله الله يصرف عنا الشر إن شاء الله. دخيلك أرجوك لا تنسي هاي الوصية إن شاء الله. أنا ماشي على بالي الوالدة، يعني والدتك ما أدري ليش. الله شكرا. فاصل بالرحيق العلم والإيمان.